نورني عبير عبد الحليم، لاعبه اولمبيه وعضوه لجنه اللاعبين باللجنه الاولمبيه المصريه، وعلاء ابو القاسم بطل اولمبي في سلاح الشيش. ازيكم؟ ازيك؟ الاخبار؟ عامل ايه يا حسين؟ شرفتوني في شارع النهار. ميرسي. عبير، قولي لي تغيير زي ايه؟ انا برضو مش عايز احرق للناس، بس عايزك تقولي لي تغيير ازاي بتاع مين وليه عايزين تغيروه، واحكي لي كده. انا هقول حاجه على التغيير عامه، هي كل بطوله بنشارك فيها مثلا باسم مصر وكده بيبقى في لازم يكون في يونيفورم للبطوله دي. فمثلا البطوله الافريقيه بيبقى ليها لبس البعثه، بطوله الاولمبيكس مثلا اولمبيك جيمز بيبقى ليها لبس البعثه، ممكن كل اتحاد يبقى ليه لبس خاص بالبعثه بالرياضه بتاعته. حلو. بس لما تيجي بقى الاولمبيك جيمز ومصر كلها يعني هتتفرج والعالم كله هيتفرج على الاولمبيك جيمز، مصر بتلبس كلها في كل الالعاب وكل العالم، يعني مش مصر بس، نفس الزي. اوكي، فهو مش تغيير قد ما توحيد، يعني كل الفرق هتلبس نفس الزي بتاع مصر يعني. فانتوا النهارده يا علاء عايزين في زي مسابقه لتغيير الزي، بحيث ان انتوا تعملوا حاجه كرييتيف اكتر، انك انتوا كده لدرجه ان هي مسابقه تصميم الزي الرسمي لبعثه مصر اللي هتشارك في دوره الالعاب الاولمبيه 2020، صح ولا غلط؟ هو الجديد ان احنا المره دي هتبقى مصر كلها تقدر تشارك في اختيار الزي. يعني قبل كده كان ممكن يعني بعض الافراد هي اللي بتقوم بالاختيار، النهارده لا، الموضوع بقى الكل مصر تقدر تشارك في المسابقه دي. مسابقه ملهاش يعني مش لشخص او مش لشركه، لا، لكل الناس تقدر انها تشارك فيها. حلو. وتدي افكار وتعمل ديزاين، وصاحب افضل ديزاين هيفوز بجائزه ماليه، وفي نفس الوقت كام 30000 جنيه للحلوين. وفي نفس الوقت يبقى مصر كلها شاركت، لان احنا في المشاركين في الاولمبيكس احنا بنمثل مصر، وطبعا كل ما البعثه شكلها حلو وشكلها شيك ده، ويبقى اللبس بينقل يعني حضاره مصر، وبيبقى بيعبر عن قوه مصر، طبعا بلد عظيمه، فلازم طبعا يبقى الزي بيعكس الكلام ده. فده يعني عشان كده طبعا في بدايه الكلام بنشكر اللجنه الاولمبيه برئاسه المهندس هشام حطب ان هو عمل الموضوع ده لاول مره في مصر لدوره طوكيو 2020، يبقى في الموضوع ده. لا، واللي اهم من اي ديزاينر في الدنيا من ان هو ياخد فلوس او اي حد بيصمم ازياء، اهم من ان هو ياخد اي مبلغ مالي، اللي هو هيبقى عمل زي مصمم للزي الرسمي لبعثه مصر اللي هتشارك في الدوره طوكيو 2020. ايه الشروط المطلوبه يا عبير؟ والله احنا حطينا لجنه الزي، يعني طبعا زي ما علاء قال مهندس هشام حطب يعني ادى المهمه دي لاول مره للجنه اللاعبين في اللجنه الاولمبيه ان هم اللي قرروا هيلبسوا ايه، لان هم اللي بيلبسوا اللبس وهم اللي بيلعبوا باسم مصر. فطبعا دي حاجه زي ما علاء اول مره تحصل. احنا اجتمعنا لجنه الزي وقعدنا نفكر ايه اللي احنا بنحتاجه مثلا كايتمز، وايه الحاجات اللي احنا نفسنا نبريزنت في الاولمبيك جيمز. يعني احنا عايزين نقول ايه؟ احنا عايزين حاجه تعبر عن مصر، عايزين حاجه شكلها حلو، حاجه تكون ترندي، حاجه تكون مريحه. لان يوم مثلا هو الزي مقسوم نصين، في زي الرسمي اللي هو بتاع الاوبننج سيرموني اللي هو افتتاح الاولمبيك جيمز اللي بيتفرج عليه بالمناسبه يمكن نص سكان العالم. اوكي. فحدث كبير جدا، بيبقى فيه اللبس اللي هو الرسمي، وبيبقى فيه لبس التمرين او اللبس اللي كمان لو حد جاب ميداليه باذن الله ان شاء الله بيلبسوا، اللي هو الميدل سيرموني اوتفيت. اوكي. فاحنا كانت الفكره الاول ان احنا عايزين نعمل حاجتين. اولا نعمل اويرنس عن الاولمبيك جيمز والرياضه عامه، لان الاولمبيكس السنه دي 2020، فحسينا ان المسابقه دي هتبقى ليها زي هدفين. هي المسابقه امتى 2020؟ المسابقه دي يعني المسابقه دلوقتي اون، وهتخلص تقديم التصميمات يوم 10 فبراير. ده خلاص، ده احنا هانت. الاولمبيك جيمز يا جماعه ارجوكم، معلش انا اسف، ارجوكم اي حد ديزاينر، اي حد يعرف حد طبعا بيعرف يصمم ملابس، اي حاجه هيبقى بيغير لبس الاولمبيات 2020. تخيلوا العبير بتقول لكم سبيشلي اللي هو الافتتاحيه بيتفرج عليها حوالي نص سكان العالم، فده طبعا حدث مهم جدا. لو تعرفي اي ديزاينر، لو ابنك او بنتك الله اعلم ممكن الفرصه تجيلهم، فده طبعا فرصه رهيبه. يتقدم فين؟
والله احنا حاطين اللينك موجود على صفحة اللجنة الأولمبية المصرية. ايه قول لي اللينك يعني يدخل ده يدخل على صفحة فيسبوك يدخل ايجيبشن اولمبيك كوميتي اللجنة الأولمبية المصرية على الفيسبوك، وطبعا هو نزل في الجورنان يعني الإعلان نفسه، بس هيبقى اسهل جدا على السوشيال ميديا. يعني احنا حتى كل اللي عملناه ان احنا قعدنا نشير على الفيسبوك من البروفايلز بتاعتنا الخبر اللجنة الرسمي على صفحتها على الفيسبوك، هي هقوله تاني اللجنة الأولمبية المصرية. اللجنة الأولمبية المصرية على الفيسبوك ادخلوا، وهو هيدخل يعمل ايه يعني هو هيدخل مثلا حسام المراغي دخل عمل تصميم او ابتدى يبقى انترستد يبعت لكم التصميم ولا على الايميل اللي موجود في برضه بيبعت ما بيبعتكوش يقول لكم انا عايز اتقدم فانتوا تكلموه، لا بيبعت على طول. احنا عاملين بنتواصل مع طريق الفيسبوك على الايميل الواتساب، يعني احنا بنتواصل مع كل حد. دلوقتي في 50 مصري قدم اوريدي بنتواصل معاه، يعني في 50 ديزاينرز قالوا احنا ويلنج ان احنا نعمل الديزاين بتاع البعثه. طبعا احنا بنقول له الايتيمز اللي احنا محتاجين ان هو يعمل لها ديزاين، سواء زي اللي هو بتاع طابور العرض او التريننج سوت، كل الكاب الشورت كل الكلام ده. هي على الفيسبوك في البوست بتاع خبر المسابقه هيلاقي الشروط مكتوبه، شروط المسابقه، ومن حق كل واحد ان هو يقدم 3 تصميمات مختلفين تماما. بيقدم ازاي؟ بيبعت التصميمات دي بالشكل اللي هو شايفه بريزنتبل اي طريقه، فاتحين الموضوع تماما ان هو يقدم الشغل ازاي، بس بيبعته على ايميل لجنه اللاعبين. مين بقى اللي بيقرر احنا هنختار اليونيفورم ده؟ لجنه اللاعبين لاول مره.